السلام عليكم مرة تانية، وهنبدأ نشرح حروف الجر إن وأن وآت لحروف الجر للزمن. وكان في فيديو زمان ليوتيوبر اسمه عمر، كان عامله حلو جدا، كان بيقول إن وأن وآت شهور أيام ساعات، بصراحة ممتاز. بس أنا يعني هحاول في الفيديو ده إن أنا أشرح الفكرة أصلا هي يعني جت منين، أوكي، لأن هي أكتر شوية من شهور وأيام ساعات. بس أنا نفسي يعني أنا بحب جدا أفتكر القاعدة دي. فإن لما هنيجي نتكلم عن السنة عاملة زي الأوضة كده، بص أنا عاملاها زي دايرة، ودي مثلا سنة 2020، الدايرة دي عاملة زي أوضة كبيرة جواها 12 شهر، فإحنا جوه السنة. فاكرين إن وأن وآت في حروف الجر المكان؟ بالظبط كده، احنا جواها مليانة شهور كتير، 12 شهر. فعشان كده بقول in 2020، اوكي. يبقى انا مع السنين هستخدم in، اوكي. ليه؟ السنة كبيرة، احنا جواها شهور، فبتكلم اجي استخدم in، بستخدمها مع السنين. ادي عندي مثلا شهر ابريل كبير اهو، واخدين بالكم؟ الشهر ده فيه أيام كتيرة، أوكي، كأنه أوضة كبيرة وناس كتيرة جواها، برضو إن مع الشهور، أوكي. فنتخيل كده مع بعض إن السنة أو الشهر أوضة كبيرة، يبقى مثلا إيه السنة دي كبيرة قوي، يعني أوضة كبيرة قوي مليانة شهور، فلما حاجة هتكلم هقول إن الشهر ده أوضة برضو بس مش أكبر من السنة، أوضة صغيرة جواها أيام، فالأيام دي يعني كأنها حاجات جواها، فبقول برضو in April. طيب ادي شايفين عندي الايام اهي، الايام دي فاكرين ظروف المكان، ظرف المكان لما كنا بنتكلم عن الشارع، نتخيل كده ان اليوم ده خط طويل بالطول 24 ساعة، فانا هستخدم معاه on، اوكي، خطوط كده زي خطوط الشارع كده على الخريطة بتاعت الشهر، أوكي. يبقى أنا لما هتكلم عن اليوم days of the week الديتس هقول on، أوكي. هنشوف أمثلة. طيب بالنسبة لآت آت بستخدمها مع زي ما قلنا مع حاجات specific، يعني الساعة 10، يبقى هقول at 10 o'clock، at midnight دي معناها الساعة 12 صباحا، at noon يعني الساعة 12 ظهرا، اوكي. فانا بستخدم مع noon وبستخدم مع midnight، بستخدم معهم at لان هم معناهم ساعة، at midnight معناها at 12 am، at noon معناها at 12 pm، يبقى at بستخدمها مع الساعة. طب ما انا ساعات في expressions بستخدمها يعني وبيجي بعدها، يعني مش عارفة أقولها زي بالعربي، حاجة زي ساعة بس هي مش الساعة 10 أو الساعة 5، بس هستخدم معاها in. هنشوف المثال كده، أنا عندي in 1 hour، هنا in 1 hour معناها ساعة، أوكي. in هنا معناها في خلال ساعة، أوكي. فأنا بستخدم in، خلي بالكوا برضو in 1 hour أو within 1 hour دي معناها ال 1 hour دي كبيرة كده، وأنا في خلالها هكون موجود مثلا أو هعمل شيء معين. طيب نراجع بقى، يبقى in هيجي بعدها سنة، like مثلا إيه، هقول I was born in 1980 مثلا أو 1985، أوكي. يبقى أنا هستخدم معاها in March، in بيجي بعدها الشهر، in April، in May الشهر بس. طيب ممكن أقول in the afternoon، in the morning، in 1 hour. طيب on هيجي بعدها الday أو الdate، أدي أهو التاريخ أهو on March 7th، يعني مثلا احنا بنتكلم على السنة دي فبقول إنه حصل on March 7th، فاحنا كلنا فاهمين إنها مثلا إيه 2020، أو on the 7th، طبعا احنا بنتكلم American English، أوكي، on the 7th أو on March 7th 1990، اوكي. بالنسبة لات بيبقى بعدها بعديها الساعات،
at 10 o'clock, at midnight, at noon. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ياريت تعملوا سبسكرايب عشان تشجعوني ان انا اعمل فيديوهات اكتر. شكرا.